يعني انا قلت ولا ما قلتش؟ قلت انا ولا ما قلتش؟ قلتي يعني انا قلت. يبقى دام انا قلت يا استاذه مريان يبقى انا هشتكيكي لمدير الاداره واخلص. اشتكي اللي انت عاوزاه اعمليه. خلاص خلاص ماشي يا استاذه. هو تهديد ده ولا تهديد؟ انت شايفه بتكلمني ازاي؟ معلش حقك عليا انا، حقك عليا. بتكلمني من طرف مناخيرها كده. معلش يا لهوي، بتقولي اشتكي. طب يا حبيبتي يا مريان هشتكي وهشوف انا اخرتها في المدرسه انا ولا انت يا بنت يا مريان. مش خايفه مني يعني؟ مش خايفه يا مريان؟ ها مش خايفه مني؟ لا مش خايفه. طب قومي بقى من هنا، ده مكاني. عندك الكراسي كتير اهي. وانا متعوده اقعد هنا التخري. اقعدي هنا التخري بقول لك. تعالي. قلت انا ولا ما قلتش؟ قلتي يا ستي. اقعدي. يعني قلت. قلتي. الحمد لله اني قلت. ازيك يا طنط؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ دي مفاجأة. ايه يا اس؟ يا نور تعال. عامل ايه يا بطل؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني والله. وانت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نزلت امتى؟ لسه نازل حالا، مروحتش البيت حتى، جيت لك على طول. طمني يا عم اخلص. والله انا كويس، هو بس يعني الدكاترة عايزين نعمل شوية حاجات كده، بس انا مش قادر، انا زهقت، مش قادر اشوف مستشفى. سلام. كلام الدكاتره يتسمع بالحرف، علاج طبيعي تسمع الكلام، ادويه تسمع الكلام، الموضوع ده ما فيهوش هزار. ماشي. وبعدين الفتره اللي فاتت انا قعدت على النت، طلعت لك حاجه يا معلم، حاجه بيستعملوها الرياضيين المحترفين، تسلق جبال، جري مسافات طويله ومسافات قصيره. ده طرف صناعي، احدث حاجه موجوده في العالم. بعدت جبته من بره انا والدكتور ماجد البكري، محتاج تمرين من شهر لثلاث شهور بالكتير، وهتعمل بيه اللي انت عايزه، هتتنطط. ربنا يخليك ليا يا صاحبي، بس انت تعبت نفسك. انا مش عايزك تقعد تفكر في اللي حصل. كل اللي يجيبه ربنا كويس، انت عارف انا راضي. ما تدوش دماغك بيه. امال ادوش دماغي بمين؟ وبعدين لو انا كنت مكانك مش انت كنت هتدوش دماغك بيه؟ وربنا ما كنت هعمل اي حاجه، وانا هدخل على النت واقعد ادور على بتاعه مش عارف ايه واجيبه لك وانت صاحبتي. عشان انت عيل زباله، لكن انا متربي ومحترم. اخبار الدكتوره ايه صحيح؟ انا بقالي ساعه قاعد مفيش كوبايه شاي، كوبايه عصير، اي حاجه. يعني يا رب تبقى شواف وتعمل لنا انت اتنين شاي حلوين. الشاي بتاعكوا فين؟ الشاي عندك اهو. اخبار الدكتوره بقول لك امنه بتاعت المستشفى. يا عم حد قال لك عليا ان انا اطرش؟ سامعني يعني. سامع. طيب انا عايز افرح. يعني هنعمل بقى العمليه دي ولا هنقضيها استطلاع العمر كله؟ انا راجل صعب عليا. مش عارف يا اس، انا حاولت اخلع من الحوار ده الفتره اللي فاتت بس ما قدرتش، شكلي اتدبست وهفتحها في الموضوع بقى. طب ومستني ايه؟ بتحبك ايه على فكره؟ وربنا بتحبك اسمع مننا. انتوا بقالكوا شهور بتتكلموا بذمتك ودينك، في حد يستحملك انت الشهور دي كلها غير لما يكون روحه فيك؟ انا نفسي مستحملك بالعافيه. على فكره انت عيل رخم والله العظيم. ابنك ده رخم. عارف ان هو رخم، بس بقول لك ايه، مش هتخرج من هنا الا لما تتغدى. مش هينفع، انا ما روحتش البيت. لا 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 والله لا امي هتزعل. لا 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 ما هينفع. انا هكلم زوزو واقول لها. ماما عامله ورق عنب يا حبيبي. لا خلاص تمام. يلا نتغدى سوا واكلمها انا. بطل العربية. لم لي بطاقة الأتوبيس كلها وهات. ما تخلص. شاحن واخلص. في حد هنا جيش شرطة؟ طب في حد هنا مسيحي؟ بقول أحسن له عشان يعيش، علشان لو عرفت إن في حد ومخبي هنقتله. يا ابني احنا مدرسين ومدرسات مروحين من الامتحانات، يعني مفيش حد غريب اهو مدرسين اللي عندنا. اخلصي خالص، مش عايز اسمع صوتك. حاضر. اتنين رجع لهم بطايق تاني. صورت اللي حصل، صورت كل حاجة.
اخلص واطلع بسرعه يلا.